مشاهدينا متابعينا الكرام احييكم اجمل تحيه مع انطلاقه شوطنا العاشر في تعداد اشواط صباح هذا اليوم. الشوط العاشر الخاص بالاذاعه الابكار المهجنات الاصايل لابناء القبائل ينطلق هذا الشوط بحفظ من الله وتوفيقه بهذه الشعارات اللامعه والمتميزه بهذه الاسامي الرنانه في هذا العالم الساحر. نتابع صدارة هذا الشوط ونسير مع المقدمة كي نعطيكم الوصف التفصيلي فيما يدور من تنافس وتحديات وأرى شديدة. أرى شديدة على مقدمة هذا الشوط لحمدان بن مطر بن سالم بالعرطي الحميري. ننطلق مع المركز الثاني كي أرى التحديات أيضا. الانطلاق مشاهدينا متابعينا الكرام مع المركز الثاني. أرى بشاير لمحمد بن عتيج بن شامس العامري بينما اذا انطلقنا مع تابع المركز الثالث مشاهدينا متابعينا الكرام. وارى التحديات من الجانب الاخر من الغزيله المبارك ابو سلطان بن قران المنصوري بينما اذا انطلقنا مع المركز الرابع. بارى ايضا بنت الهاجس راشد بن علي بن ثلاب الهاجري في هذا الاندفاع المتميز. نتابع المركز الخامس وخامسا القدوم من الشاهينية المبارك بسعيد بالشيلة العامري الدور دور المركز السادس. نتابع المركز السادس وأرهني العزرة لمحمد بن عتيج بن عبد الله العميمي من يعلن انطلاقة العزرة مع المركز السادس. سابعا التسلل لمدينة لخليفة أبو سلطان بن رشيد الكتبي بينما انطلقنا مع المركز الثامن. بئر التحدي الانطلاق ايضا الخاطريه لسعيد بن مطر بن محمد الرميثي. وتاسعا القدوم والتحديات للشاهينيه لمحمد بن عبد الله بن سعيد بالحب العامري. نتابع المركز العاشر وعاشرا أرهني التسلل ايضا الانطلاق المتميز للشاهينيه لحمد بن محمد بن نعيف العامري من يتابع انطلاق الشاهينية مع المركز العاشر. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام. ندانا الأول جولتنا الأولى مع العشر الأسامي المذاعة والمنطلقة بناموس هذا الشوط. ولكن نعود مع الصدارة نتابع البداية نتابع المقدمة. وأرى هناك مقصصة من تنطلق بناموس هذا الشوط. حمدان بن يمعة بن حميد بن عمهي المنصوري من يتابع انطلاقة مقصصة اللي انطلقت بناموس هذا الشوط. اندفعت بالصدارة قادت المجموعة سيطرت كل السيطرة على مجريات هذا الشوط. نتابع المركز الثاني وأرهني أرى التحدي أرى الصراع مع المركز الثاني وأرى الشاهينية. ولكن من الجانب الآخر بنت الهاجس لراشد بن علي بن ثلاب بن جليميد هاجري من يتابع انطلاقة بنت الهاجس مع المركز الثاني. ثالث التحديات القدوم والانطلاق للعزرة لمحمد بن عتيج بن عبد الله العميمي. رابعا من الجانب الاخر الغزيلة لمبارك بن سلطان بن قران المنصوري. ننطلق مع المركز الخامس والتسلل للشاهينية مبارك بسعيد بالشيل العامري من يعلن انطلاقة الشاهينية مع المركز الخامس. سادسا التحدي للشاهينية لمحمد بن عبد الله بسعيد بالحب العامري. القدوم ايضا والانطلاق المتميز والاندفاع لاهتمام لفهد بن فهد بن طحنون الهاجري من يتابع انطلاقة اهتمام اللي اهتمت بالمركز السادس بهذه اللحظات. سابعا التسلل الانطلاق لمياسه للسلطان بن سيب بن معضد المشغوني. ومن الجانب الاخر ارى هناك الخاطرية لسعيد بن مطر بن محمد الرميثي مع المركز الثامن. تاسعا التسلل للظبي لنايد بن مسلم بالزفنة العامري تتسلل للظبي بأول ندى مع المركز التاسع. وعاشرا من عمق الميدان أرى هناك أيضا التحديات للشاهينية لحمد بن محمد بن نعيف العامري. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام.
أشواطنا مستمرة، تحدياتنا رائعة، ولكن مقصصة على الصدارة، مقصصة من تفرض وجودها بكل قوة على مقدمة هذا الشوط. يا سلام، حمدان بن يمعة بن عمهي المنصوري، من يتابع انطلاقة مقصصة، متحملة المسؤولية، تقود المجموعة بكل جدارة. ومع المركز الثاني أراهني الغزيلة المبارك بن سلطان بن قران المنصوري، المركز الثالث الشاهنية المبارك بسعيد بالشيل العامري، من يتابع انطلاقة الشاهنية مع المركز الثالث. رابعا القدوم أيضا التحديات مع الظبي لنايد بن مسلم بالزفنة العامري، وأرى التسلل الانطلاق أيضا لمن ياسر السلطان بن سيب بن معضد المشغوني، والتسلل الانطلاق الرائع أيضا، وأرى الشاهنية لراشد بسعيد بن الأصلي الشامسي من تتسلل في أول بأول ندى. مشاهدينا متابعينا الكرام، التحديات مع المركز السابع، نتابع مزون لمسلم بن محمد بن صقوح العامري، وأرى هناك أيضا الشاهنية حمد بن محمد بن نعيم العامري. يا سلام، أسامي وشعارات أيضا بدأت تتدخل في هذه اللحظات، ولكن نعود مع الصدارة، نتابع بداية هذا الشوط. يا سلام يا سلام يا سلام، الشاهنية على الصدارة، انطلقت الشاهنية بناموس هذا الشوط. راشد بسعيد بن الأصلي الشامسي، من يتابع انطلاقة الشاهنية. المركز الثاني الشاهنية المبارك بسعيد بن الشيلة العامري، وأرى التحديات من مزون لمسلم بن محمد بن صقوح العامري. من يتابع انطلاقة مزون. المركز الرابع أراهني بن صوغان لعبيد بن سالم بن سيف المزروعي مع المركز الرابع، ولكن الشاهنية تباعد المسافة. يا سلام يا سلام، الشاهنية من تنطلق بناموس هذا الشوط. يا سلام، اندفاع في اللحظات الأخيرة، ومزون قادمة، التحديات الشاهنية ومزون تتسلل في اللحظات الأخيرة. مزون تنطلق بالصدارة. سلام يا الوقن، سلام، أسعد الله صباحكم. هذه لحظات وصول مزون تندفع في اللحظات الأخيرة بناموس هذا الشوط. تهاني المسلم بن محمد بن صقوح العامري على فوز مزون بالمركز الأول. المركز الثاني تصل فيه شاهنية راشد بن سعيد بن الأصلي الشامسي، المركز الثالث من صوغان لعبيد بن سالم بن سيف المزروعي، المركز الرابع كان الدخول الجماعي. مشاهدينا متابعينا الكرام، والتدفق في اللحظات الأخيرة مع المراكز المتقدمة، ولكن نعود مع التوقيت الزمني. مشاهدينا متابعينا الكرام، ولحظات وصول مزون إلى خط النهاية، تقطع مسافة 5 كيلومترات في 7 دقائق 51 ثانية. وفاء وتماما، تهاني لمسلم بن محمد بن صقوح العامري، وسلام يا الوقان، سلام، أسعد الله صباحكم مع الأداء المتميز اللي قدمته مزون. بينما اللي وصلت مع المركز الثاني شاهنية 7 دقائق 53 ثانية، 9 أجزاء من الثانية. تهانينا أيضا لراشد بن سعيد بن الأصلي الشامسي، واللي وصلت مع المركز الثالث بن صوغان، تقطع المسافة في فترة زمنية مقدارها 7 دقائق 56 ثانية و7 أجزاء من الثانية. تهانينا لعبيد بن سالم بن سيف المزروعي.